لكن قبل بس ما ابدا اتكلم عن نجم حلقه النهارده يعني كنت قاعد بتفرج على المباريات كاس اوروبا والدوري الحقيقه، فاتفرجت على مباراه نادي المقصه ونادي الزمالك او نادي الزمالك ونادي المقصه. والحقيقه يعني هي جت كده، ما كانش قصدي خالص والله، ولكن هي جت كده، جت في مباراه المقصه والزمالك. اللي حصل النهارده في هذه المباراه، نادي الزمالك طبعا فاز على نادي مقصه بهدف مقابل لا شيء. ولكن وانا قاعد بتفرج الحقيقه لفت نظري صورتين هوريهم لحضراتكم دلوقتي على الشاشه، علشان مهم جدا ان احنا نبقى عارفين النادي الاهلي لما بيجي يتكلم او لما هنا في البيت الكبير بنيجي نتكلم، بنتكلم بشكل تطبيق العداله يجب ان تكون على الجميع ولصالح الجميع، على الجميع ولصالح الجميع. النهارده ركله جزاء او ضرب جزاء لنادي الزمالك تم احتسابها في اول 5 دقائق او اول 6 دقائق الحقيقه في عمر المباراه، وهي ضرب جزاء صحيحه 100% من وجهه نظري. على فكره انا لما باجي اتكلم مع حضراتكم دايما بحاول اتكلم من وجهه نظري الشخصيه، وجهه نظر الجمهور، وجهه نظر ايوه هي دي ركله الجزاء اللي تم احتسابها النهارده، وهي ركله جزاء صحيحه 100% لنادي الزمالك، واحرزها احمد سيد زيزو واحرز هدف المباراه الوحيد اللي قدر نادي الزمالك يفوز ب3 نقاط ويكمل بقى مسيرته اللي ماشي فيها. ايضا على الجانب الاخر الصوره الثانيه بقى لو سمحتم، لانه من وجهه نظري، دي وجهه نظر انا الشخصيه مش وجهه نظر حد، دي وجهه نظري انا، ان الكره دي هي ركله جزاء صحيحه 100% لصالح نادي المقصه. كل ما نريده هو تطبيق العداله، كل اللي انا عايزه حضراتكم هو تطبيق العداله. بمعنى ايه؟ بمعنى ان حضرتك احتسبت ركله جزاء صحيحه 100% لصالح نادي الزمالك، لماذا لم يتم احتساب ركله الجزاء دي؟ وهناك في فار في كل مباريات الدوري، ده اللي احنا عارفينه وده اللي احنا اتكلمنا فيه. يمكن المباراه دي كانت في البدايه قالوا ان المباراه الفار فيها معطل وبعدين رجعت تاني الامور، فبالتالي احنا مسلمين ان النهارده في فار في هذه المباراه. فكل ما نريد ان نطبقه خلال الفتره القادمه، لان احنا خلاص النادي الاهلي بدا ينظر الى مباريات الدوري العام خلال الفتره اللي جايه، الفتره اللي فاتت كانت مباريات البطوله الافريقيه، احنا دلوقتي عايزين نتكلم عن الدوري العام المصري. فانا وريت لحضراتكم صورتين، للاسف هم كانوا في مباراه الزمالك والمقصه، يعني انا مش قصدي حاجه الحقيقه، وكابتن سعيد حمزه على فكره من الحكام الجيدين، ولكن قد اكون سهى عليه، يعني مش عارف اتكلم في الموضوع ده كتير، لانه موضوع الحقيقه تطبيق العداله مهم جدا 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 خلال الفتره القادمه. النادي الاهلي ممثل مصر الوحيد الآن بعد خروج بيراميد في البطولات الأفريقية، النادي الأهلي دلوقتي هو ممثل مصر الوحيد في المباراة النهائية إن شاء الله اللي حتى الآن هتقام يوم 17، وبالتالي عايزين بقى إحنا خلاص قفلنا صفحة البطولات الأفريقية أو البطولة الأفريقية، عايزين بقى ننظر لصفحة الدوري العام، وبالتالي ابتدينا نتفرج مرة تانية على الدوري العام ونشوف الأمور ماشية إزاي في الدوري العام. بعد الفترة اللي فاتت كنا مركزين في البطولة الأفريقية، فأنا الحقيقة لفت نظري الصورتين دول، ضرب الجزاء صحيحة بيتم احتسابها، وضرب الجزاء من وجهة نظري، من وجهة نظري أنا سألت طبعا عدد من الحكام المصريين اللي متواجدين، مجرد تليفونات يعني اتصلت بيهم وسألتهم، بعضهم أو كلهم الحقيقة قالوا إن هي ركلة جزاء صحيحة. كل ما نريده هو تحقيق العدالة، تحقيق العدالة خلال الفترة اللي جاية، خصوصا إن في مباريات مضغوطة للنادي الأهلي في الفترة القادمة، يوم 1 ويوم 4 ويوم 7 ويوم 11 حتى هذه اللحظة، ده اللي احنا أنا بتكلم على الجدول المعلن. فإحنا عايزين بقى نفكر في الدوري العام، بصينا للدوري العام، عشان كده من فضل حضراتكم خدوا بالكم من مثل هذه الامور، وحرام ان فريق زي المقصه يتظلم في مثل هذا. على فكره ما ممكن كان يتحسب له ركله جزاء وما تخشش، كان ممكن يتحسب له ركله جزاء ويخش فيه بعد كده جون واثنين وثلاثه مثلا، انا ما اعرفش كان ايه اللي ممكن يحصل، ولكن كابتن محمد عبد العظيم عظيمه قدم استقالته بعد هذه المباراه، بعد الخساره في هذه المباراه، وبالتالي توابع كثيره جدا بتحصل في هذا الامر، توابع كتيره جدا بتخلي المدير الفني بيتخذ قرار، مدير الفني نادي مصر المقصه ان هو بيتخذ قرار بالاستقاله. فبالتالي امور لازم ناخد بالنا منها، واحنا بنتكلم هنا بمنتهى الشفافيه وبمنتهى الوضوح، وانا يمكن قلت لحضراتكم كذا مره قبل كده، وكل جمهور النادي الاهلي متاكد وعارف هذا الكلام، وكل جمهور النادي الاهلي مؤيد لهذا الكلام، بمعنى
ان لما حضرتك تحسب ركله جزاء صحيحه على النادي الاهلي ما عندناش اي مشكله، ما حدش بيتكلم في اي حاجه فينا، كل اللي بنتكلم فيه هو تطبيق العداله. فمن فضل حضرتك زي ما بتحسب لي او حسبت عليا ركله جزاء مثلا، انا بفترض حسبت عليا ركله جزاء وهي صحيحه بالفعل، ما عنديش اي مشكله، من فضلك لو ليا ركله جزاء احسبها لي. هو ده اللي انا بطالب بيه، لا اطالب باي شيء اخر. ولكن العدالة التحكيمية يجب أن تكون سائدة ما بين كل الأندية، كل الأندية اللي بتلعب تحتاج إلى العدالة التحكيمية. فالنهاردة من وجهة نظري الصورتين اللي أنا شايفهم، الصورة الأولى وهي لصالح نادي الزمالك هي ركلة جزاء صحيحة 100%، الصورة الثانية هي ضد أو لصالح نادي مصر المقصة هي ركلة جزاء صحيحة 100%، واحدة احتسبت والثانية لم تحتسب. علامة استفهام، محدش فاهم هي لماذا لم تحتسب ركلة الجزاء التانية. وطبعا أنا عارف إن الناس هتاخد الموضوع ده لحتة تانية، ولكن أنا حظي قعدت اتفرجت على هذه المباراة بالصدفة يعني، فيعني مش عارف أقول إيه. لكن المبدأ العام اللي أنا بتكلم فيه مع حضراتكم دايما وهو مبدأ العدالة، الكيل بمكيالين، ده خلاص الحاجات دي أصبحت قديمة جدا وأصبح الكلام ده قديم جدا. دايما من خلال شاشة قناة النادي الأهلي بنحاول نوري حضراتكم إيه اللي بيحصل أو إيه الكلام اللي بيتقال أو إيه المظلومية، المظلومية اللي دايما الناس بتتكلم عنها. ليه الناس بتتكلم عنها وبتقول إيه وليه بتقول الكلام ده؟ فعشان كده من فضل حضراتكم خلال الفترة اللي جاية عندنا مباراة يوم الخميس، مباراة هامة جدا. النادي الأهلي خلاص كسب وصل للمباراة النهائية وكسب الترجي، يتبقى إن شاء الله المباراة النهائية. نركز في الثلاث أربع مباريات اللي جاية ونبتدي بقى نفتح صفحة الدوري مرة أخرى. بفضل حضراتكم العدالة التحكيمية واجبة ما بين ال 18 نادي اللي بيلعبوا في الدوري الممتاز المصري. بفضل حضراتكم نرجو من حضراتكم تطبيق العدالة التحكيمية.